ينضم إلينا في هذا اللقاء السيد تاكاشي تسونامي، وهو المدير العام لمكتب جيترو في القاهرة. جيترو طبعا هي الوكالة اليابانية للتجارة الخارجية وأحد الأدوات المهمة جدا في التعاون الاقتصادي بين مصر وبين اليابان. نرحب به على شاشة إكسترا نيوز. شكرا جزيلا سيد تسونامي على وجودك معنا. دعني أبدأ بالحديث عن العرض الذي قدمتموه الآن. رأينا أرقام، رأينا عروض، ما هو العرض الذي تستطيع أن تقدمه للمستثمرين اليابانيين للاستثمار في مصر بصفة عامة؟ أنت تعلمين أن هناك قرابة 50 شركة يابانية تعمل وتستثمر في مصر الآن، فالأجواء رائعة والتوقعات عالية والإمكانات في مصر واعدة أيضا، ومما يشجع المستثمرين والشركات اليابانية ورجال الأعمال على الاستثمار في مصر وفي المستقبل، وبالتالي نسعى إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر الآن. في كلمتك قمت بالتركيز والاهتمام على الحصول على المعلومات اللازمة. دعني أتحدث عن هذه النقطة وما هي الصعوبة التي تراها في تحقيق الحصول على المعلومات في مصر. نعم، أنت تعلمين أن المعلومات هي أهم الأشياء في مجال الاستثمارات والشركات، وبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات معينة تساعد هذه الشركات وتشجعها على القدوم إلى مصر، لأن هناك معلومات تقدم باللغة العربية، ولكن يجب أيضا أن تعمل الحكومة على توفير المعلومات وتكامل للمعلومات لتقديمها للشركات اليابانية والمستثمرين. فإذا قامت الحكومة المصرية بفعل ذلك ستشجع المستثمرين والشركات اليابانية من خلال توفير هذه المعلومات والتحليلات المتاحة من خلال منظومة شاملة للمعلومات. هذا هام جدا للاستثمار في مصر. وماذا عن القطاعات الهامة بالنسبة للشركات اليابانية للاستثمار؟ العديد من القطاعات، أهمها هو قطاع البنية التحتية، فأيضا العديد من الشركات اليابانية ترغب في تنفيذ هذه البنية التحتية، لأن مصر دولة كبيرة وتقوم بتنفيذ مشروعات كبرى ليست فقط في القاهرة الكبرى ولكن أيضا حول القاهرة وفي المدن الجديدة التي تنشئها مصر، وبالتالي يسعى رجال الأعمال والشركات اليابانية في بناء الجسور والطرق مثل جسر على قناة السويس، وبالتالي البنية التحتية هي المجال الواعد الأول والجاذب للاستثمارات. ما هي التحديات التي والصعوبات التي تواجهونها في مصر الآن وماذا تريدون حقا؟ هناك العديد من المنافسين لنا حقيقة في السوق المصري، ولكن مثل الصينيين، ولكن أنت تعلمين أيضا بأن المنافسة لا تتعلق فقط بالأسعار، فالتكنولوجيا اليابانية وجودة المنتجات اليابانية تتفوق على نظيرتها الصينية، وبالتالي هذه الجودة هي رقم واحد، ونحن نسعى لتقديم أفضل المنتجات للتنافس مع الصينيين. بالحديث عن الصين وعن الشركات الصينية والتنافس في مصر، ليس فقط في مصر ولكن حول دول إفريقيا، هل هذا شيء يقلقكم حقا؟ نعم، أنت تعلمين أن المنتجات الصينية تتنافس ليس فقط بأسعارها ولكن نهتم بالجودة، فاليابانيون يهتمون بجودة المنتجات ودعم للتكنولوجيا وتطويرها بشكل أفضل. هذه هي المفاتيح الرئيسية التي نعتمد عليها ونحاول أن نجد لنا طريقا للمرور واختراق في هذا التنافس في مصر مع الشركات الصينية. كيف يمكنكم فعل ذلك حقا؟ هذا سؤال جيد حقيقة، ولكن دعيني أقول أن الصينيين الآن هم منافسين لنا، وبالتالي ماذا لو دعونا أيضا الشركات الصينية وكشريك لنا وكشركاء مع الشركات اليابانية يجلس معا ويتعاون معا كشركاء، وبالتالي هذه المنظومة تساعد على تحقيق الامتيازات للشركتين سواء اليابانية أو الصينية. شكرا جزيلا للسيد تسونامي مدير جيترو في القاهرة.